ده كده شكل العربية من جوه. أول حاجة حابب أبص عليها هي خامات العربية. طبعا لازم هيكون رابر، هنا رابر ودي رابر، وطبعا لازم يكون رابر لأن في الآخر العربية فوق 400,000 جنيه. أي نعم، أول حاجة ضايقتني أول ما دخلت هي الحتة دي، هنا ما لقيتش الشاشة التاتش، لقيت راديو كاسيت عادي جدا. عربية داخلة ب 430,000 جنيه في راديو كاسيت، المفروض دي حاجة انقرضت. فالموضوع ده ضايقني جدا الصراحة، كنت شايف إن لا، المفروض دي الشاشة ستاندرد من أول فئة، رغم إن أنت عامل التكييف أوتوماتيك، يعني انت حاطط اوبشن زي ده ان التكييف بتاعك اوتوماتيك، بس للاسف عامل التكييف، عامل الراديو عادي مش عامله شاشه تاتش. حتى الدركسيون تحس ان الدركسيون فقير بالنسبه للعربيه فوق 400,000 جنيه. بلوتوث اي نعم مدمج، فيها مالتي فانكشن، فيها تحكم بالسرعه ومحدد السرعه، بس حاسس ان الدركسيون طبيعي ما فيهوش حاجه تشدك للدركسيون. طبعا عدلات هنا انالوج، تمام. حتى حجم فرامل اليد كبير قوي، يعني انا حسيت ان هو ضخم كده في نفسه قوي، مش عارف، حسيت ان هو واخد مساحه كبيره قوي، عكس طبعا اول فئه من الفئه الثالثه ده بيبقى كهربا، بيبقى تمام مدمج في الحته دي كده يعني تقريبا، ان هم هنا حاطين دي بطبه. فانا شايف لا، ان اول فئه ما تفكرش فيها قوي لو انت بتهتم قوي بحته الاوبشن او الكلام ده. اول فئه وثاني فئه مش هتلاقي فيهم اللي انت عايزه قوي، ابدا من الفئه الثالثه في الاكليبس وانت طالع. مرايه الحمد لله عاملينها مرايه تعتيم ذاتيه من اول فئه. الاضاءات طبعا الداخليه هالوجين، فعلى فئة المفروض يبقى ليد، تمام. طب العربية بيانو بلاك من قدام، اللي هي الحتة دي كلها بيانو بلاك، ومكمل لتحت كمان هنا بيانو بلاك، ومكمل لغاية التابلو تحت برضو كل ده بيانو بلاك، لغاية مثلا الليد الوسطي اللي إلى حد ما مساحة تخزينه واسعة غويطة، بس مش عريضة أوي، بس غويطة، تمام. نشوف كده، نحاول ندور على العربية، بس أنا مش هدورها عشان إحنا جوه المعرض من جوه، فأنا هحاول بس إيه أديها بس باور كده. طبعا كلمة اكليبس كروبس اللي ظهرت قدامنا، عدلات عادية ديجيتال ما فيهاش أي حاجة، برضو الراديو والشاشته فقيرة بس يعني شغال. واسه مش متوصل، نجرب كده الراديو، بس هو بصوت ربنا ما في حاجة، والصوت حلو يعني بأمانة. لما شغلته كده لو عليت شوية تكمل يعني ممكن تسمع معايا. لمحافظة الوادي الجديد وهي ذكرى وصول طلائع. لا صوته عالي، صوت السماعات بتاعها عالي جدا الصراحه وكويس. اول فئه بس او اول فئه عموما بيبقى طبعا الحته دي فيها كربون فايبر من هنا. التكييف بتاعها بيبقى مانيوال، بس هو الازاز الامامي فقط في الرفع او في التنزيل. مرايات تحكم كهرباء بس مش ضم كهربائي، هي تحكم كهربائي فقط. ده بيبقى رابر، ده كده بيانو بلاك، هنا برضو الحته دي قماش، وطبعا دي جلد بس يعني مش جلد طاري، جلد ناشف قوي كده، مسند مش مريح، مش عارف، مش حاسه يبقى مريح. متعب، المسند بتاعها متعب الصراحه مش مريح. الحته دي بلاستيك كده شبه الكروم، بس هي مش كروم، هي دي بلاستيك. هنا زي ما قلت لكم الحته دي كربون فايبر، انا اسف لو ممكن ابقى كنت قلتها بيانو بلاك مش فاكر الصراحه، بس هي دي كربون فايبر مش بيانو بلاك. تحكم التكييف بتاعها، شاشه التكييف الصغيره دي تحكم فيها اوتوماتيك. الفتيس طبعا ده كان كل حاجه قدام، وطبعا شيء طبيعي هيكون فرش قماش مش جلد، اول فئه يعني طبيعي ما تنتظرش منها كتير يعني. ده تقريبا كان كل حاجه بالنسبه لعربيه من قدام.